انطلقت اليوم بمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان الدورة الخامسة لمهرجان ربيع الفرجة، واللي أشرفت على تنظيم دار ثقافة بالجهة بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان. ويتواصل المهرجان لغاية 12 مارس 2017. وتم افتتاح المهرجان بعرض تنشيطي للدمى العملاقة بشوارع المدينة. عنا تربصات في المسرح باشراف الفنان صالح جدي يوم 10 11 و12. عندنا تربص في السينما يوم 12 و13 مارس. كذلك عندنا تربص في مسرحه الاشياء للاستاذ امل رفراف. عندنا كذلك مسابقه في المونولوج اللي هي النهارين الاخرين للمهرجان يوم 11 و12. من الدوره الاولى وانا نتبع فيه ونجي بالذمه من كيف باش نواكبه. وصحيح في السنين هذه قاعد يتطور المهرجان معناها بشكل ملحوظ. تنتابع اليوم في افتتاح مهرجان ربيع الفرجة بالشبيكة، هذا المهرجان الذي يشعل شمعته الخامسة. كان افتتاح متميز، خاصة افتتاح معرض الفنان الفوتوغرافي المنجي الجيزاني. استمتعنا أيضا بعرض فرجوي موسيقي لفرقة الشبيكة. هي ماذا بينا معناها تتواصل تظاهرة هذيا، نحبوا مع الأنشطة ومو هكا تظهر الشبيكة وتبيع. ويبقى هذا النوع من المهرجانات يحافظ على التراث الفرجوي لبلادنا، وهذه مهمة جسيمة مطروحة على عاتق الباحثين والمثقفين من أجل إدخال التراث الفرجوي في حقول البحث العلمي.